اليوم راني في واحد المستشفى لوبيتال، اذا جاو عندي زوج من هذاك من الامبولانس، جاو داوني في واحد السياره ومشيت، ماشي السياره بحال الامبولانس، داوني واحد هذاك المستشفى واحد اخر، يعني في واحد المستشفى مشيت مستشفى اخر. اذا درت هاد سكانير ليمير ودخلت فيه، ولكن كان قلبي يدق يدق بزاف بزاف بزاف، ما عجبنيش الحال. بقيت غير قلت، قالت لي بغيتي تدخلي ولا ما تدخلي تدخليش، قالت لي وفكري، وانا بقيت وصافي بقيت نشوف فيه نتفرج فيه وقلبي يدق يدق يدق، خايفه 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 بزاف. ايوا وقلت يلا ندخل وصافي. قالت لي صافي غادي تدخلي، وين ندخل فيه. ايوا دخلت فيه وبقى يدير صداع طف 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 طف، ما عجبنيش ما عجبنيش، عرفتي قلبي بقى يدق 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 بزاف. وقالت لي سوني لي من بعد، قبل قالت لي سوني الا كان تعرفوا هذا الشيء، قالت لي سوني الا بغيتي تخرجي، ولكن باش نخرج قلت لا، انا بغيت العلاج ديالي نديرو ان شاء الله. كنت ديما كنهرب منه، غير ندخل فيه عاود نخرج نسوني لهم. قلت لا، ولا بد ولا بد ندير العلاج ان شاء الله ديالي، ان شاء الله باذن الله يعالجوني.